اذا بعد ما حكينا على الفيزيكال كنترول الان رح نحكي عن الكنترول الجوريزمز، ايش هي الالجوريزم اللي بدنا نستخدمه في الكنترول. وطبعا هذا مهم جدا لانه مش دائما احيانا زي ما حكيت مشكله السيستم داينامكس مش شيء مهم كثير. فابسط انواع الكنترولرز اللي هي الاون اوف كنترولر. والاون اوف كنترول احيانا في بعض الكتب بسموها بانج بانج، هذا اسم يعني مش شيء علمي، ما بعرف ايش بس اسمها بانج باك كنترولر. كل اللي موجود في الهاي ما فيش عندي شيء بروبورشنال، كل اللي بعمله يا بشغل الكنترولر يا بطفيها. ناخذ ابسط مثال عليها، لو عندي غرفه والغرفه فيها هيتر، نفترض هون في فان وفي هون كويل، اسخن عمال الكويل، والكويل هذا يا بشغله اون يا بشغله اوف، يعني هون في ريلي مثلا و220 فولت 230 فولت اي سي زي صوبه الكهرباء، صوبه كهرباء وعليها مروحه. شو بتساعدني المروحه؟ ايش بتساعد المروحه في الصوبه؟ تنقل الحراره، تنقل الحراره، بتسرع انتقال الحراره. بدل ما اجيب مثلا صوبه من الصوبات اللي فيش فيها مروحه، الحراره رح تاخذ وقت اكثر حتى تنتقل، بدها تصير تعتمد على الكونفكشن مثلا. لكن باستعمال مروحه عمالي بزيد الافشن، يعني بحسن انتقال الحراره، بنزل التايم كونستنت اذا بدك فكر فيها، بنزل التايم كونستنت تبعنا. هلا هاي الغرفه، طبعا هاي الغرفه في لها سبيسيفيك هيت كاباسيتي ولها وفي لها تايم كونستنت. خلينا نركز بس على التايم كونستنت. وانا حطيت هون ثيرموستات، خليني افترض اني حطيت انا ثيرموستات هون عند النقطه هاي، حطيته مثلا حطيته هون، يمكن مكانه غلط، يمكن الاحسن مثلا احطه هون. طبعا ما بحطه قريب جدا على الهاي، ليش؟ لانه اذا حطيت الثيرموستات قريب جدا على هاي ممكن عماله بقول انه المنطقه هاي اللي قريبه من وصلت درجه الحراره بس بقيت الغرفه بارده. وطبعا بديش احطه كمان في مكان عجيب، يعني ما بحط الثيرموستات في مكان عجيب، احطه هون مثلا، عمرها ما راح تطفي، عمره ما راح يحس انه درجه الحراره وصلت درجه الحراره. بنحطه في مكان منطقي، ولذلك الثيرموستات بتلاقي بتكون محطوط في مكان منطقي في الغرفه بحيث انه توصل درجه الحراره بيكون ريبريزنتاتيف. فخلينا نفترض بس انا حطيته بعيد شوي حتى اتاكد انه انتقلت الحراره في داخل الغرفه، والمروحه عندي هون، فراح تطلع الحراره الى الاعلى. وخليني افترض اني حطيت مثلا الثيرموستات هون على مستوى الشخص، فعندي هون اون اوف، هذا الثيرموستات اون اوف، بعيره زي اللي كانوا بالام اس دي امبارح شفتوا، بعير الثيرموستات بحطه على درجه حراره معينه، وفي شويه هيستريسيس راح يكون بالثيرموستات. إذا طلعنا على الثيرموستات الاوتبوت والانبوت راح يكون عندي هون اوف، اوف اون، هذا الاوتبوت، يعني هذا الاوتبوت تبع الثيرموستات وهذا الانبوت للثيرموستات، والانبوت للثيرموستات هو درجه حراره. فراح يصير عندي هلا هون وهون الاوتبوت اوف، فهذا الثيرموستات له 1 اوف 2 اوتبوتس، يا بيكون اون يا اوف، يعني يا السويتش مسكر يا فاتح حسب درجه الحراره اللي انا محددها. هون في خط مقطع راح احطه اللي هو السيتنج اللي انت حاططها، حسب ايش السيتنج اللي انت حاططها راح يتغير هذا الخط، مزبوط؟ لانه الثيرموستات مش راح يكون درجه حراره واحده، حسب ما انت بتغير الخط بتغير معك. هلا لما تزيد عندي درجه الحراره عن درجه الحراره المطلوبه راح يطفي هذا الثيرموستات. وبعدين لكن لما بتنزل درجه الحراره في شويه هيستريسيس موجوده بشكل طبيعي محطوطه في الثيرموستات، وهذه طبعا عندي هيك الاتجاه وهذا، هاي الهيستريسيس باد موجوده بشكل طبيعي في داخل الثيرموستات، راح تلاقيها باي ثيرموستات، حتى لو هي مش موجوده احنا بنحطها عشان ما تضلش عندي المروحه هون تشتغل وتطفي تشتغل وتطفي. خلينا نفترض هلا احنا حطينا درجه حراره الغرفه على 22، وخلينا افترض انه الباند هاي هي نص ديجري بلس ماينس بلس هاف ماينس هاف، فراح تكون هذه هون 22.5 سلسيوس، وراح تكون هذه هون 21.5 سلسيوس، مزبوط؟ فالان راح تصير لما درجه حراره الغرفه تزيد تكون بارده وتزيد، راح يطفي الثيرموستات لما درجه حراره الغرفه توصل 22.5، بس لما تبدا تبرد مره ثانيه ما راح يرد يطفي الثيرموستات، ما راح يرد يشتغل عفوا الثيرموستات يسكر، غير لما درجه الحراره تنزل عن 21.5. هذا هيستريسيس مقبول وهذا جيد بدنا اياه. هلا راح تشوفوا ليش، لانه لو ما حطيت هذا الهيستريسيس شو بصير. الان خلينا نطلع على الزمن، جيت على الغرفه كانت بارده، نفترض كانت درجه حراره الغرفه 10 درجات مئويه، ودخلت على الغرفه وشغلت المروحه، شغلت المروحه وحطيت الثيرموستات على 22، راح تبدا درجه حراره الغرفه تزيد. هلا هو هون راح نلاقي انه لو انا شغلت المروحه وخليتها شغاله بدون ثيرموستات في نقطه معينه راح يوصل راح يصير فيها ستيدي ستيت في الغرفه، مزبوط؟ ليش؟ فاهمين السؤال؟
لو انا اجيت هلا على هاي الغرفه هون سكرت كل الشبابيك من هناك وسكرت الباب جبت هون هيتر مرتبه ضخمه وشغلتها وما فيش ثيرموستات ما في شيء يطفيها درجه حراره الغرفه رح تضلها تزيد الى الابد لا قطعت اللي عندها وقت طيب ليش اللي بوقف ليش بوقف ايش النقطه اللي وصل يعني لو جيت على هاي الغرفه بعد يوم او يومين ضليت مشغل الهيتر وجيت عليها بعد يوم او يومين ايش راح الاقي درجه الحراره مثلا فرضا مثلا 28 شو اللي خلاها كونستنت بطلت صارت ستابيليتي صار في اكويليبريم شو الاكويليبريم وين اللوسز وين بتروح اللوسز تمام اذا راح توصل مرحله معينه هاي الهيتر الهيتر عمالها بتعطيني كميه معينه من الجولز بير سكند اللي هي واتس مش هيك عم تدخل هاي في الغرفه لكن لما ارتفعت درجه حراره الغرفه ايش راح يصير فيها بالحراره رح تطلع مش هيك رح تطلع لانه زادت تي عن الخارج الخارج لسه درجه حرارتها منخفضه اللوسز هاي بتضلها تزيد لحد ما اوصل ستيدي ستيت عند ستيدي ستيت شو بصير كميه الحراره اللي بتعطيني اياها الصوبه مساويه ل كميه الحراره اللي عم تخسرها الغرفه رح توصل ستيدي ستيت خلينا نفترض درجه الحراره هاي مثلا هي 30 اذا باللحظه اللي شغلت فيها خلينا نوسع خلينا نوسع شوي المساحه عشان نفهم بالضبط شو اللي بتصير هاي هون عندنا هات وهذه عندي هون تي وهي 30 30 هي نقطة ستيدي ستيت واحنا حسبناها مثلا انت اجيت حسبت الحيطان وحسبت الجدران وهاي وحسبت قديش اللوسز وعملت الثيرمال ريزيستنس ما هذه بقدر اعملها كريزيستنس وفي سبيسيفيك هيت كاباسيتي كمان للغرفة فعبارة عن ار سي الغرفة هاي مزبوط كانها ثيرمال ريزيستنس وثيرمال كاباسيتنس فلما وصلت انا هون على درجة حرارة 10 15 20 25 30 لو تركت هاي الغرفة وشغلت هاي انا وصلت عند هذا التايم عند هذا الزمن وشغلت السيستم لو تركت السيستم يشتغل يمكن ياخذ مثلا 3 4 ساعات 5 تايم كونستانت راح يوصل تقريبا 30 بس انا 30 بالنسبة لي سخنة عادي شو راح اعمل؟ راح اجي احطها على خلينا نحط هون 2 نقول 22 وين عندي 22 خلينا خليها 22 هاي تقريبا 15 20 تقريبا هون 22 هلا لما بوصل 22 ونص خلينا افترض انه هاي 22 ونص وهاي 21 ونص هاي نقطة سكيل انا بلغت فيها شوي ايش راح يصير عند 22 ونص؟ راح يطفي هلا كيف راح ينزل؟ على اي تايم كونستانت؟ على نفس التايم كونستانت هذا مش هيك؟ هلا كانت هون درجة الحرارة هيك وهي هون الارايفل اون هاي شغلنا السيستم راح ينزل بنفس التايم كونستانت بس وين راح ينزل؟ لوين ينزل؟ ما راح يوقف عند 22 راح ينزل ل 21 ونص وراح يضل يشتغل بهذا الشكل انت وين البوينتس تبعت السويتشنج اللي صار عليها سويتشنج لهاي هذه اون هذه اوف هذه اون هذه اوف مين اللي خلى الفترات هاي متباعده بينهم الهستريسيس لو ما عندي هستريسيس كان هذا السيستم راح يعمل هيك راح تضل هاي كل 10 ثواني او 20 ثانيه طبعا هو في كمان غير الهستريسيس في كمان التايم كونستنت تبع السيستم بس بشكل عام هون الهستريسيس ساعدني انه يخلي الفترات هاي هاي كانت تعملها سيميليشن على السيميلينج اللي منكم بيشتغل بالسيميلينج كانت تعملها سيميليشن على السيميلينج الغرفه لها تايم كونستنت تي فبتصير الغرفه تاو اس بلس في لها الغرفه بيها كونستنت معين كي اللي داخل لها هو الحراره اللي جاي من المروحه واللي طالع راح يكون ثيتا وهي عباره عن علاقة ما بين الاوتبوت عندي هون ثيتا اوف اس والانبوت هو هيت اوف اس ولا واتس هاي واتس عفوا باور اوكي هاي ايش هذه اللي هون حطيتها؟ شو بنسميها هاي؟ ترانسفير فانكشن ترانسفير فانكشن علاقة ما بين الانبوت للبلانت والاوتبوت من البلانت شو الانبوت للبلانت؟ باور ان ثيرمال ان واتس جولز بير سكند والاوتبوت ديجريز سلسيوس للغرفه هاي وهون عندي في كونستنت راح يظبط اليونتس وهذا التايم كونستنت تبع الغرفه اللي هو بيعتمد على الثيرمال ريزيستنس والثيرمال كاباسيتنس تبعت هاي الغرفه هذا عباره عن اون اوف كنترولر هون طبعا في عندي ايش الاشياء اللي عندي هون مثلا الباند في عندي باند هون في بعض التطبيقات الاون اوف كنترولر مناسب بعض التطبيقات اللي فيش عندي مشكله سيستم داينامكس ما في عندي مشكله كبيره من ناحيه التايم اوف ريسبونس والاوفر شوت والهاي الاون اوف كنترول مناسب ويمكن 90% من التطبيقات الصناعيه اون اوف كنترولرز زي ايش امثله مثلا لو عندي ووتر تانك وبس بدي اخليه تو كيب ات فل يعني بدي كنترولر بس تخلي ووتر تانك وتخليه فل
او بين حد معين، هل بياثر كثير لو كان ارتفاع المي فيه 99 ولا 95 سنتي ولا 93 سنتي؟ مش كريتيكال، مش فيري كريتيكال، مش هيك. فيش عندي مشكله سيستم داينامكس بارتفاع المي هون. ايش كمان ممكن اشياء؟ مثلا زي روم هيتر، ووتر هيتر، تانك. لو عندي تانك في ووتر هيتر خلص بشغل السيستم فل، ما في بروبورشنال، ما في اي شيء. ايش في تطبيقات ثانيه انتم فكروا ايش في كمان تطبيقات ثانيه ما بحتاج فيها؟ نعم اندستريال اوفن ممكن، ممكن يكون اندستريال اوفن، خلص بشغله وبتركه شغال. ايش كمان؟ تمام. هلا في اير كونديشنر صاروا يعملوا فيهم كنترولر، صار يعمل فيهم، مش رح اطبقه هون بس انا فاهم شو قصدك الهاي. نعم يعني يمكن هو ابسط انواع الهاي، بس صار في اير كونديشنر اللي يعملوا له فازي كنترولرز و الساتلايت. الساتلايت اذا شيء عندي عمليه بدي اتبعها بشكل بطيء 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 جدا، كل اللي بحتاجه بعمل سويتشنج اون واوف وبحرك السيستم، فعندي فيري فيري سلو بروسيس. مثلا هلا في لكل واحدة من هذول بامكانك تطلع ابلكيشن لا كريتيكال، يعني يمكن يكون مثلا في ليفل لليكويد معين في تانك كريتيكال مستوى الليفل هذا، ولازم اضل ارجعه بسرعه لهذا الليفل بسبب عمليه معينه كيميكال بروسيس او شيء زي هيك، ما بنفعلوش الاون اوف كنترولر باكف. فاحنا كمهندسين ايش دائما بنقول؟ كيب ات سمبل، تخلي الشيء سمبل. مش انك انت بتعرف سيستم داينامكس وبتعرف كنترول وبتعرف بي اي دي كنترولر، اول ما تواجهك مشكله ايش بتركض بدك تطبق بي اي دي؟ شو المفروض انك تطبق؟ ايش السهل اللي بيشتغل؟ اذا بحلها اون اوف كنترولر بنحلها اوف كنترولر، ما في حاجه اعمل شيء اعقد من هيك. ماشي واضح؟